استقطاب اللاعبين بداية من إمام عاشور ثم رضا سليم، شايف الصفقتين دول ازاي؟ والاهلي محتاج ايه خلال الفتره دي؟ احنا عارفين ان الاهلي يعني بيتقال ان هو عايز مهاجم مثلا. اكيد يا كابتن اسلام، يحسب للمجلس الاداره بالجهاز الفني وحته توفير الاستقرار، ان انت بتحافظ على القوام الاساسي للنادي الاهلي مع التدعيم في بعض المراكز اللي محتاجها المدير الفني. وده دايما اللي بتكلم عليه مع مجلس اداره النادي الاهلي، ان هو بيوفر كل سبل امكانيات البطوله للراجل مع متطلباته. يعني في حاله رحيل حمدي فتحي جه امام عاشور ان هو بيحل محل او نفس البوزيشن. التغيير البسيط اللي بيحصل في بعض المراكز ده بيدل على استقرار كبير للجهاز الفني، وخصوصا انت بتتكلم في موسم استثنائي احرزوا فيه كل كل البطولات، حاجة فمهم جدا ان انت تحافظ على القوام الاساسي للفرقه. وده حصل مع التدعيم زي ما قلنا بصفقه امام عاشور او رضا سليم، اكيد هيبقوا اضافه للفريق، ودي متطلبات المدير الفني دي اللي بيوفرها مجلس اداره للجهاز اكيد. الفرق الكبيره دايما بيبقى محتاجه، يعني دايما لما كان يجي لعيب يقول لك اصله لا، هو مش معنى ان يجي لعيب ان اللعيب اللي ما جه مكانه هو وحش، ولكن انت دايما بتبقى في الفرق الكبيره محتاج اضافات بسبب عدد المباريات الاكتر، عدد البطولات الاكتر اللي بتشترك فيها، وجود معظم اللعيبه في المنتخب الوطني، وبالتالي انت دايما بتحتاج للعيبه جديده. أكيد يا كابتن إسلام، زي ما حضرتك بتقول في الفرق الكبيرة مهم جدا في كل مركز يبقى 2 أو 3 لعيبة مظبوط، يحلوا محل. أنت عارف النادي الأهلي بيشارك في 5 أو 6 بطولات على مدار الموسم، يبقى عندك حالات إصابات برضه لا قدر البطولات الله، كترت يا احمد عن زمان. بطولات كترت، وأنت النادي الأهلي بتوصل فاينل وبتلعب وبتكسب فاينل. يعني أنت بتلعب طول البطولة، بتلعب 16 مباراة أو 18 مباراة على مدار كل بطولة، فمع تلاحم المباريات مهم جدا يبقى عندك سكواد 25 لعيب، ان هم في اي مركز اللعيب اللي بينزل بيقدر يشارك ويؤدي الدور اللي عليه وزياده. ودي فعلا مميزات مستر كولر، ان انت لما بتغير اي لعيب ما بتلاقيش سيستم اللعب بيتغير، لكن سيستم اللعب هو واحد مع تغيير طرق اللعب. مهم جدا يبقى ال 25 لعيب عندهم ملكه ان هم يستوعبوا شغل الراجل مع تنفيذ بعض التعليمات، وده اللي بيقدر يوفروا الجهاز الفني للعيبه، واللعيبه فعلا بيبقى عندها الاستيعاب ده ومساعدين الراجل بشكل كبير جدا.